بالنسبة لهذا السؤال مهندس ناجي، إذا الزوجة يعني رتبتها ESSD والزوج ستار ايجنت، العمل ده هو عمل مشترك، يعني هم في الأخير هم مستفيدين الاثنين مع بعض. يعني قضية أنه دمج العضوية هذه ما هيش واردة أنه يدمجوا عضويتين في عضوية واحدة. لا يوجد في قانون الشركة حاجة اسمها دمج العضوية، لكن احنا بنتكلم عن انه لو حققت الزوجة الرحلة الدولية، الزوج يستطيع ان يسافر بدلا عنها، ما في مشكلة. لانه لما يحقق يعني احد الزوجين يتأهل للرحلة، يجوز ان يذهب بنفسه او يذهب الشريك الاخر او يذهبان معا، يعني اذا دفعوا الفارق يعني. نعم، الإشارة إلى أن المنتجات أدوية تعتبر مخالفة وأنها علاجات لأمراض معينة وكذا، لكن الإشارة إلى أن المنتجات شركة ديكسين هي مكملات غذائية ولها مواصفات أو لها خصائص يعني علاجية تنفع وتساعد الأصحاء وتساعد المرضى، وأنها يعني أشياء طبيعية أنتجها الله سبحانه وتعالى، يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى، فيستفيد الناس منها عموما الأصحاء والمرضى، وتساعدهم على إعادة يعني تنظيم وظائف الأعضاء في الجسم بدون أن تكون علاج لمشكلة محددة أو مرض معين. هذا الشكل الكلام، هذا كلام يعني ما في مشكلة، لكن الإشكالية عندما يظهر شخص مثلا ويسجل مقطع على اليوتيوب أن أنا كنت مريض بكذا واستخدمت المنتج الفلاني وتعالجت هذا الدواء نفعني وأدعو الناس أنهم يستخدموا وهكذا، هذه شهادة، هذا كلام، هذا ادعاء ومخالفة تعتبر صريحة وممكن يترتب عليها إلغاء العضوية. لذلك أقول أنه يعني الادعاءات لابد نتكلم عن منتجات الشركة بالشكل الذي وضعته شركة ديكسن. شركة ديكسن تتكلم أنه ليست لدينا أدوية وليست لدينا ادعاءات طبية، ولا نحن أطباء، ولا نحن يعني في مكاتب الشركة لا نتكلم عن طبيب ومريض، نتكلم عن منتجات مكملات غذائية ومستهلكات عادية يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، فمن ثم نحن نسوق هذه المنتجات على أنها منتجات طبيعية استهلاكية يحتاجها كل الناس ويستفيدوا منها كل الناس، وليست هي لأمراض معينة. فهذه الرسالة لابد أن تكون واضحة للكل، والشكل الطريقة التي ذكرتها في رسالتك بالشكل الأخير تعتبر طريقة صحيحة إن شاء الله تعالى. حياكم الله أخي عادل، بارك الله فيك. أول شيء في قانون الشركة لا يوجد حاجة أنه تغيير السبونسر، أنا بغير السبونسر أغير الدليل تبعي، هذه غير موجودة. يعني مثلا أنا بسميها أو أشبهها دائما بالأب، إذا كان معك الأب والابن، يعني هل واحد يقدر يغير أبوه ولا والده؟ هذا غير صحيح. النقطة الثانية هي قضية أنه لو فرضا حصلت أنه سبونسر وعضو مع السبونسر تبعه عندهم مشاكل كبيرة، بينهم مشاكل كبيرة لدرجة أنه لا ما فيش مجال أنهم يستمروا مع بعض وأنهم يكملوا الطريق وكذا، وحصلت يمكن يعني حتى مشاكل كبيرة. يعني في هذه الحالة شركة ديكسن عندنا في نظام في قانون الشركة، يعني أنه لم يستطع أن يستمر العضو هذا مع السبونسر تبعه، عندنا حل أخير وهو أنه يستقيل أو من العضوية، يقدم ورقة يتنازل فيها عن عضويته مع ديكسن ويطلب إلغاء هذه العضوية ويوقعها ويقدمها للشركة بتاريخ محدد. تقبل الشركة هذا القانون، هذه الورقة والإثبات بعد أخذ إثبات هويته أنه هو شخص نفسه، ثم بعد ذلك تلغى العضوية السابقة نهائيا. بعد ذلك هذا الشخص الذي ألغى عضويته يجلس 6 شهور خارج ديكسن، لا يحق له أن يعمل أي عضوية جديدة مع ديكسن خلال فترة 6 شهور. بعد انقضاء فترة الحرمان، هذه فترة 6 شهور حرمان، يحق له أن يدخل عضو جديد من الصفر في أي مكان آخر مع أي سبونسر آخر. هذه بهذه الصورة تجوز، وبهذا الشكل ممكن أن يعني يتم بهذا الشكل. لكن أي صورة أخرى أن واحد يروح يغير وأن يعمل ازدواجية عضوية، وأن هذه أي صورة أخرى تعتبر غير قانونية وغير صحيحة. مسألة لو كان العضو قد أهمل من قبل السبونسر والعضو لجأ إلى سبونسر ثاني، يعني أنا بقول أنه أنت كعضو جديد عليك أن تتعلم. يعني إذا العضو
أو السبونسر تبعك ما أفادك قضيته خلاص بكيفه، هو يعني هو مقصر، لكن لا يعني هذا أنك أنت تروح تغير السبونسر تبعك. السبونسر يعني يكفيه أنه دلك على هذا الخير، يعني من حقه عليك أنك أنت تعيد له الخير الذي يعني أعطاك واللي دلك عليه، أنك تبقى معه أصلا، يعني هذه حقوق، يعني وهو اللي عرفك على الشركة واللي دلك على الشركة وهكذا. كونه قصر في التدريب ليس مطالب منه أن يدربك، مطلوب منك أنت أن تتعلم وأن تبحث عن العلم في أي مكان، في الجروبات، تقرأ كتب، تسمع أشرطة، تشاهد يوتيوب، برامج لها علاقة بالصناعة، لها علاقة بالمنتجات، لها علاقة بالخطة التسويقية، تجتهد، لأنه البزنس هو البزنس تبعك أنت، أنت صاحب العمل، أنت صاحب البزنس، فعليك أن تبذل كل الجهود من أجل النجاح. طيب، فالقضية أنه سبونسر ما علمني بكيفه، سبونسر ما دلني ما أعطاني كذا، هذه شيء يرجع له هو، لكن الأصل أنك أنت اللي تبني نفسك بصح، لأنه النجاح هو نجاحك أنت، والثمرة أنت اللي ستأكلها، والمال أنت الذي ستجنيه. فمن هنا، من هذه الناحية، فلا أنصح أبدا، ولا يجوز أن يغير السبونسر، ينتقل لسبونسر آخر، ولا يجوز للسبونسر جديد أن يغوي سبونسر آخر وينقله إلى شبكته. هذه تعتبر من المخالفات التي ذكرناها والتي ترتب عليها إلغاء عضوية السبونسر المعتدي. أرجو أن تكون الأمور واضحة في هذا الجانب. في حالة الاستقالة أو إلغاء العضوية نهائيا، يعني قد يكون استقالة، قد يكون ترمينيشن أو إلغاء عضوية من الشركة لهذا العضو، الجيل الأول من لهذا الشخص سيصعد مباشرة إلى الأبلاين مباشرة، ويصبحوا بالنسبة للأبلاين خط واحد، لا يعتبروا مثلا إذا هم 20 خط ما يطلعوا له 20 خط، حيعتبر بالنسبة له خط واحد، لكنهم يعني موزعين في خطوط مختلفة، لكنهم سيصعدون مباشرة كجيل أول بالنسبة للأبلاين.